أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من المساء اليمني. انتصارات الحالمة بين الخذلان العسكري والإغاثي، هذا ما يقوله الواقع المعاش في مدينة تنفست من الحصار واختنقت بدخان الخذلان، الذي مثل معاناة إضافية على معاناة عام من الحصار والقصف الذي حول تعز إلى معبر مسدود ومرضى ينتظرون أنابيب الأكسجين. فعلى صعيد الملف الإنساني، المواد الإغاثية لا تفي بحجم الاحتياج، والبعض منها عرضة للتلف إن لم يكن تالفاً أصلاً، إضافة إلى المتاجرة بقوت ودواء المتضررين كما جاء في بيان مستشفى الثورة العام. أما الملف الأمني والسياسي فتعز بحاجة أكيدة للإسناد العاجل للجبهات وحل الإشكالية والالتباس في المنطقة الرابعة تحديداً، خاصة وأن الانتصارات الأخيرة التي حققتها المقاومة يتهددها خطر حقيقي ما لم تتحرك الحكومة والتحالف بشكل جدي تجاه مسؤولياتها في حماية تعز من الألوية العسكرية الكبيرة التي تحيط بالمدينة. وهنا نتساءل، من المسؤول عن الخذلان الإغاثي والعسكري لتعز؟ وهل قدر الحالمة أن تدفع ثمن الانتصارات بمفردها وتواجه الخذلان وحيدة أيضا؟ ولماذا تحتجز قيادة المنطقة العسكرية الرابعة المعدات العسكرية على الحدود الشطرية؟ وهل يعقل أن يصم الجميع آذانهم تجاه النداءات المتكررة؟ ولماذا؟ حول تلك التناولات والتساؤلات سيكون نقاشنا في المساء اليمني لهذه الليلة، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. ما إن بدأت هذه المدينة المحاصرة تتنفس الصعداء من الجهة الجنوبية الغربية تحديدا، حتى وضعت الجميع أمام اختبار إنساني حقيقي ووطني، إلى أن الخذلان ربما كان هو الحاضر الوحيد الذي كوفئت به مدينة تعز على صبرها لعام أمام ضربات خصومها وحصارهم. النخب السياسية حاضرة في الجولات المكوكية، والتحركات هي الغائبة فيما يتعلق بالإسناد العسكري والإغاثي لتعز، وإن كانت التصريحات التي أعقبت اللحظات الأولى لتحرير المعبر قد أكدت أن وفدا من الحكومة سيقوم بزيارة تعز للإشراف على الأعمال الإغاثية، إلى أن تلك التصريحات ظلت كلاما على الهواء ولم تتحول إلى فعل متحرك على الأرض. القيادة العسكرية في الهرم الأعلى للجيش التي رحبت بالانتصار الذي حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جنوب غرب المدينة، تركت المقاومة والجيش يصدان الهجمات المتتالية لتحالف الانقلاب على تخوم المدينة دون ما إسناد حقيقي، لولا استبسال الأبطال في الدفاع عن مواقعهم لسقطت في قبضة الميليشيا من جديد. نداءات كثيرة أطلقت مطالبة حماية انتصار تعز عبر توسيع جبهات المقاومة وتحقيق المزيد من الانتصارات العسكرية والاستراتيجية لحماية المدينة، دون ما استجابة حقيقية وفاعلة لتلك النداءات التي لم تجد لها صدى على الأرض. الخذلان الذي تتعرض له المقاومة الشعبية والجيش الوطني أدى إلى ارتفاع السخط الشعبي فيما يتعلق بموقف قيادة المنطقة الرابعة التي قيل إنها أوقفت العتاد العسكري عند الحدود الشطرية القديمة ولم تقدم أي عون عسكري لتعز ورغم وقوعها في إطارها العسكري. يرى مراقبون أن القيادة العسكرية والسياسية اتخذت مقاعدا للفرجة على ما يحدث في تعز، وتم تناولها في أكثر من صعيد في وسائل إعلام مختلفة. وعلى الصعيد الإغاثي، يشكو أبناء مدينة تعز من وصول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية من دقيق وفول ومواد أخرى وزعت كمساعدات على النازحين. يخشى اليمنيون من فقدان الثقة بحكومتهم، خصوصا مع طول أمد الصراع واستمرار استهداف المدنيين دون أن تبدي الحكومة موقفا جادا لتحرير مدينة تعز. إذن للنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الرياض الصحفي وضاح اليمن عبد القادر. مرحبا بك عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ وضاح. أهلا بكم. أهلا بك. بداية أستاذ وضاح، تعز واقعة بين الخذلان الإغاثي والخذلان العسكري، كيف تتابع هذا الخذلان لمدينة تعز؟ طبعا الكل يتابع ما يدور الآن في تعز بشكل جدي بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني، التي جعلت أيضا الحكومة نفسها متفاجئة كانت من هذه الانتصارات التي حققها الجيش. قد تكون هناك استفادة من التعزيزات، يعني من التجنيد الذي تم لأبناء تعز في منطقة
العناد وعدد من المعسكرات التابعة للجيش الوطني. لكن ما ينقص تعز هو الأسلحة الحقيقية والنوعية التي تمكنهم من الاستمرار في تحقيق الانتصارات والحفاظ على الانتصارات التي كانت خلال الفترة السابقة، يعني ما بين 10 مارس إلى 12 مارس كانت هناك انتصارات كاسحة قلبت الطاولة على رؤوس الانقلابيين وقضت على أحلامهم. لكن ليس المسألة الانتصار، ولكن كيف نحافظ على هذا الانتصار؟ اليوم المنطقة العسكرية الرابعة خذلت تعز كثيرا في عدم وصول التعزيزات العسكرية المناسبة، في عدم أيضا استكمال تسليح المنضمين للجيش الوطني الذين تم تجنيدهم في قاعدة العند الجوية سابقا، إلى جانب عدم وصول كثير من يعني قطع المعونات بالنسبة لمسألة المحروقات أيضا الخاصة في بالجيش الوطني. هناك كثير من الخذلان يجب أن تقف أمامه الحكومة. لماذا برأيك يحدث هذا الخذلان لتعز؟ طبعا موقف الحكومة حتى الآن غير واضح. كانت اليوم هناك مسيرات ومظاهرات في تعز تطالب الحكومة باستكمال وعود التحرير، خرج بها الشباب من آلاف الشباب من مدينة تعز والشابات والناشطين من أجل مطالبة الحكومة. الخذلان طبعا واضح، مسألة هناك من لا يريد بهذه الحرب أن تنتهي، هناك من لا يريد أن يحسم شكل الدولة، كما قلنا في أكثر من لقاءة سابقة عبر قناة بلقيس، معركة تعز تمثل انتهاء لكل المشاريع الصغيرة في اليمن، لكل المشاريع التي يحاول الحوافيش أو غيرهم أن تكون. تعز انتصار تعز هو انتصار لمشروع الوطن، انتصار لمشروع الدولة. نعم أستاذ وضاح، ما سر عدم الاستجابة؟ لماذا الحكومة والتحالف تتأخر في دعمها لتعز؟ يجب قبل كل شيء لأبناء تعز أو قيادة أبناء تعز أن تكون واضحة فيما يحدث من خذلان. نحن لسنا مخورين بالإجابة لماذا تتخاذل. هناك قيادات عسكرية وقيادة مقاومة، يجب أن توجه التساؤل بشكل مباشر للحكومة الشرعية. يجب أن تكون هناك تحركات كبيرة من كل الناشطين، من كل القيادات الاجتماعية والعسكرية والثقافية والسياسية في تعز، من أجل أن يوجهوا التساؤل للحكومة. يجب أن للرئيس هادي أن يكون صريحا وواضحا. تعز التي وقفت بجانبه ورفضت الإقامة الجبرية التي فرضت عليه وعلى أعضاء حكومته سابقا، تعز التي خرجت لإسناد الرئيس الشرعي ولإسناد الشرعية بالملايين بشوارعها، لا يعقل أن تظل في بهذا الحيز وبهذا التجاهل والإخفاء والتهميش من قبل الحكومة الشرعية. نعم أستاذ وضح، نعم سوف نستكمل هذه الفكرة. نستقبل الآن معنا من تعز العقيد عبد الملك الأهدل، رئيس عملية اللواء 35 مدرع. مرحبا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. بداية، هل يمكن أن تطلعنا عن حجم المساعدات أو الإمدادات التي وصلت إليكم في تعز من قبل الحكومة أو التحالف؟ هل من إمداد وصل؟ بالنسبة للإمداد هذا يعني الشيء اليسير، أنا طبعا يعني لدول التحالف على سبيل المثال العربية السعودية يعني دعمت بشكل لكن مطلوب بالشكل المطلوب الذي تستحقه محافظة تعز، لأن تعز يعني هي الأول من أيدت الشرعية وأول من أيدت الحكومة وأبنائها المناضلين المضحين، يعني فرض عليها حصار ظالم. أتحدث عما بعد التحرير تحديدا سيادة العقيد. أيوة، أسألك عن الفترة ما بعد التحرير تحديدا، هل وصلت أي إمدادات خاصة بعد فتح الممرات إلى تعز؟ يعني لا، وصل بعض الإمدادات لكن لم تكن بالشيء المطلوب الذي تستحقه المحافظة. لماذا برأيك تقابل تعز بهذا الخذلان وأنت تحدثت قبل قليل بأنها من أوائل من دعم الشرعية؟ أيوة، يعني وصول بتعز الآن يعني إحنا أي السؤال هذا يحيرنا جميعا، بالرغم من تعز المفروض كلها البدل كامل كلها كذا، لأن ضحية. لكن إن شاء الله أن ربي يوفقهم ويوصلنا الأيام القادمة إن شاء الله. نعم، هل لكم أي تواصل مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة؟ والله التواصل مع قيادة المنطقة الرابعة نتواصل مع يعني بعض الأوقات هكذا، وما في يعني تواصل بالشكل المطلوب من قيادة المنطقة، ولم توفينا قيادة المنطقة بالحجم الذي تستحقه المحافظة من الدعم العسكري من هذا، لكن بالشيء اليسير.
نعم، هل ما صحة يعني توقف الإمدادات والمعدات العسكرية عند الحدود الشاطرية للمنطقة العسكرية الرابعة؟ والله هذا السؤال يوجه لهم هم، احنا حيرين بهذا الشكل، يعني هذا السؤال قد يوجه لقيادة المنطقة. نعم، هل المقاومة والجيش الوطني في تعز لديها المعدات والتجهيزات العسكرية التي تستطيع من خلالها مواجهة الألوية العسكرية الضخمة التي يمتلكها الإنقلابيون؟ يعني المقاومة يعني عندنا ليست بالشكل المطلوب الذي تواجه جيش كان دولة، يعني عندنا الحركة اليسيرة وبعون الله سبحانه وتعالى وبجهود الرجال المخلصين استطعنا أن نحقق يعني أصل غير أن الأسلحة لم تتكافى مع قوة الانقلابيين. نعم، ما هي أبرز احتياجاتكم العسكرية الآن؟ لكن هذه الأسلحة تقريبا عربات مدرعة مثل الدفاعات الدفاعية، لأن احنا معنا أسلحة متوسطة وشيء قليل يعني من يعني محافظة بهذا الحجم كله معنا حوالي 3 أو 4 أو 5 عربات ما يطنش يعني الاستهلاك الكافي. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد عبد الملك الأهدل رئيس عملية اللواء 35 مدرع، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وأعود من جديد إلى الناشط السياسي والضاحي ليمن عبد القادر، يبدو أن هناك خذلان حقيقي في المجال العسكري من خلال طرح رئيس عمليات اللواء 35. برأيك أستاذ والضاح، لماذا هذا التأخر؟ وهل من مصلحة التحالف والحكومة فعلا ما تتعرض له تعز الآن من خذلان عسكري لمصلحة من؟ طبعا حسب ما سمعنا وتابعنا اللقاء او المداخله للاخ العقيد الاهدل قائد عمليه اللواء 35، نعرف يقول ان هناك حجم التواصلات مع قيادة المنطقه العسكريه تكاد تكون مقطوعه حسب ما فهمت. وهذا الامر طبعا مؤشر خطير. تعز التي تقع ضمن نطاق المنطقه العسكريه الرابعه التي قد تم امدادها اساسا بفتره سابقه من قياده التحالف العربي بكل الاسلحه المدرعات النوعيه والاسلحه النوعيه، لكن فقدان التواصل بينهم وبين القياده العسكريه في محافظه تعز هنا مؤشر خطير لهذا الامر. لذلك كان واضح من اخر العقيد الاهدال انه لا توجد اي تواصلات بالشكل المطلوب، كان دبلوماسيا ايضا في جابته كونه ايضا ضابطا في الجيش الوطني، لكن نحن هنا من دون اي قيود نسال لماذا تاخر التحالف يعني التحرير تعز من خلال القياده الشرعيه. التحالف العربي لم يقصر، قام بدعم المنطقه العسكريه الرابعه، لكن لابد من اراده سياسيه حقيقيه. نعم، انت كيف تقيم اداء المنطقه العسكريه الرابعه وتعاطيها مع ملف تعز العسكري؟ المشكلة أن التعاطي والتجاهل لتعز وهي ضمن نطاق المنطقة العسكرية الرابعة سوف يعيد تصدير المشاكل إلى المنطقة إلى الجنوب تحديدا، كون تعز تمثل عمق استراتيجي، عمق أمني، عمق ثقافي، عمق اجتماعي أيضا للجنوب. عدم تحرير تعز وتأمين تعز سيمكن هذه الجماعات والميليشيات الانقلابية باللعب على أكثر من جهة، اللعب على ورقة. هل تعتقد بأن القيادة يعني قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والحكومة والتحالف غافلين عن هذه الحقيقة، حقيقة البعد العسكري والاستراتيجي لتعز فيما يتعلق بأمن عدن؟ هم التحالف العربي غير غافل عن هذه المسألة، وليس من مصلحته أن يؤخر مسألة حسم المعركة في تعز، لكن هناك التخاذل من قيادات عسكرية محسوبة على الشرعية بأمر تحرير تعز. هنا نحن لا نحتاج الكثير بقدر ما نحتاج لأسلحة نوعية أو إمدادنا ببعض من الأسلحة التي أساسا أتت للمنطقة العسكرية الرابعة من أجل حسم المعركة. كلنا يعرف خلال الثلاث الأيام الأربع الأيام السابقة والخمس الأيام كيف استطاع أبناء تعز بدبابة واحدة مسطحة واحدة في توفر الإرادة من إعادة السيطرة على المنطقة الغربية. الآن نحتاج للحفاظ على هذا الانتصار، الحاجة أيضا إلى إعادة ترتيب الورقة الأمنية داخل المناطق المحررة من أجل أن نثبت للجميع أن تعز هي مشروع دولة حقيقية، مشروع انتصار لمشروع الدولة القادم التي يبحث عنها الليبانيون. نعم نعم، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أيضا من الرياض سيادة المحافظ السيد علي المعمري محافظ محافظة تعز. مرحبا بك أستاذ علي. مرحبا بك وبضيوفك وبمشاهدي قناة بلقيس الكرام. مرحبا بك أستاذ علي. يبدو أن تعز تعاني من خذلان حقيقي على الصعيد العسكري والإغاثي، يعني كيف تتابع أنت هذا الأمر؟ أختي العزيزة، ما من شك أن تعز تعاني من فعلا تقطعات في
الجانب الإنساني اللي غافي، ومشكلة حقيقية في موضوع العتاد والذخائر. كل يوم كلما أوشك المقاتلون من أبناء المقاومة والجيش الوطني من تحقيق انتصار، سرعان ما نجد أن الذخائر تنتهي والأسلحة يعني تقل. هذا يسبب إشكال كبير ويسبب أيضا عدد كبير من الشهداء والجرحى. نحن في مقاومة تعز وفي المجلس الوطني بتعز يعني قابلنا الإخوة المسؤولين في التحالف، في الأخ رئيس الجمهورية، الإخوة المسؤولين، وأبلغناهم أن هناك حاجة شديدة وسريعة للذخائر، لسلاح، بعد حصار تمر لمدة عام. تعز تعاني من نقص شديد في موضوع الإغاثة في الجانب الغذائي الطبي. تعز فعلا تعاني من نستطيع أن نعم. وبالمقابل ماذا كان رد التحالف؟ كيف كان حجم الاستجابة لهذه النداءات؟ ما من شك أن الإخوة في التحالف يستجيبون ويقدمون العون، وأنا أعتقد أن لولا يعني أن جهدي أو أن الإخوة في المقاومة الشعبية، نضالهم، قتالهم، استبسالهم في تعز والجيش الوطني، وتعاون قوات التحالف هو الذي يحقق هذا الانتصار، والذي استطعنا بفضل هذا التعاون وبفضل هذه المساعدات أن نصمد لطيلة عام. ما لا أحد ينكر أن التحالف دور ودور كبير، لكن ليس الدور الذي نتمناه ونرجوه. نحن نريد الموضوع، الأمر ليس أمر ذخائر. نعم سيادة المحافظ، لكن مع أختي الكريمة اسمحي لي، تحتاج إلى أسلحة ثقيلة. نريد أن نرى دبابات، درعات، أسلحة ثقيلة مثل ما رأيناها في مارب، في غوص، في عدن. هذه الأسلحة التي تسلم اليوم للإخوة في المقاومة والمجلس والجيش الوطني في تعز هي أسلحة بسيطة، أسلحة متوسطة، ذخائر لسلاح متوسط. متى سنراها؟ متى سنرى هذه المعدات الثقيلة في تعز؟ إن شاء الله، يعني بإذن الله نرجو أن نراها قريبا. نحن كنا قابلنا الأخ رئيس الجمهورية وعد بالتواصل مع قوات التحالف لإرسال المدرعات والدبابات. نحن نمارس الضغط على الإخوة هنا في الحكومة، في مع رئيس الجمهورية، مع نائب رئيس الجمهورية، مع نائب رئيس نائب القائد العام للقوات المسلحة. نحثهم، نطلب منهم سرعة إمداد تعز بهذه الأسلحة التي يمكن أن تحسم المعركة. تعز مثل ما قلت ينقصها السلاح الثقيل. نعم ينقصها إلى درجة أن الانتصارات التي حققتها المقاومة خلال اليومين الأخيرين مهددة تهديد حقيقي، خاصة بعد مقتل أركان حرب اللواء 35 اليوم. ألا تخشون يعني تراجع في هذه الانتصارات؟ يعني وهل تعتقد بأن وصول هذه الإمدادات العسكرية بعد أن تكون قد تراجعت هذه الانتصارات ستكون مفيدة ومجدية في وقت متأخر؟ أختي الكريمة، ما من شك أن التأخر سيجعل الثبات في المواقع التي استعادها الجيش الوطني والمقاومة أمر شبه مستحيل. نحن نؤمل، وأنا مثل ما قلت نحن قابلنا الأخ الرئيس اليوم ووجه الإخوة في رئاسة الأركان، الإخوة المختصين في القوة التحالف، بسرعة إرسال ذخائر لإسناد أفراد المقاومة والجيش الوطني. التأخير مكلف وفاتورته مرتفعة، الجرحى يتساقطون، الشهداء يرتفعون إلى السماء. ما من شك إن لم يستعجل الإخوة في التحالف والحكومة الشرعية ورئيس الجمهورية في إرسال بسرعة إرسال الذخائر المطلوبة، ومثل ما قلت يظل هذه الذخائر والأسلحة التي ترسل هي فقط لتثبيت المقاومة والجيش في مواقعهم، هي لا تستطيع أن تحقق نصر. صدقينا هذا التقدم الذي يحصل كل يوم يحصل بفضل استبسال ويعني فدائية أبناء الجيش والمقاومة الوطنية. نعم، لكن بمفردهم لا يمكن أن يستمروا أو يستطيعوا المحافظة على هذه الانتصارات. سؤال الأخير سيادة المحافظ، أسألك عن الملف الإغاثي والإنساني في تعز. لماذا يتأخر الإمداد الإغاثي في إذا ما أخذنا باعتبار الجانب العسكري والالتباسات المتعلقة به؟ هناك طرق إمدادات أصبحت مفتوحة، لماذا تتأخر الإمدادات الإغاثية في الوصول؟ ولماذا أيضا سمعنا عن وصول إغاثة تالفة إلى أبناء تعز؟ أستطيع، ليس لي علم في موضوع التالفة، لكن أستطيع أن أقول أن الإغاثة التي قدمها مركز الملك سلمان وتقدمها بعض المنظمات هي في الطريق، وصلت أعداد منها لكنها ليست بالقدر الكافي. لا يمكن لمساعدة مهما كان حجمها ونوعها أن تكفي 3 مليون مواطن استمر الحصار عليهم لمدة عام.
أفقروا، مدخراتهم انتهت، كل ما يملكون يعني أصيب بـ 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 بدمار، ومهما بلغت مهما بلغ حجم المساعدات لا يمكن أبدا أن يعني يلبي احتياجات الناس. المساعدات بدأت، لكن نحن بحاجة إلى أن نرى أعداد كبيرة من القاطرات من البواخر تصل إلى عدن الحديدة لسرعة فعلا إيصال المساعدات لأبناء تعز. المخازن التجارية، المحلات التجارية في تعز أصبحت صافية خاوية بعد حصار عام. بعد حصار عام تعز تحتاج لمساعدة ضخمة وكبيرة، لكن نستطيع أن نقول أن هناك في الطريق أعداد كبيرة من المساعدات. الإخوة في مركز الملك سلمان يستحقون كل الشكر، يقدمون يعني جهد، يقومون بجهد كبير في موضوع المساعدة. إنما مهما مثل ما قلت مهما بلغ هذا، نحتاج إلى كميات كبيرة وضخمة جدا على الأقل يعني لمساعدة أبناء تعز في الحد الأدنى. اليوم أبناء تعز وهم يعودون إلى تعز يجدون بيوت مدمرة محروقة، يجدون بيوت منهوبة، هم يعني حلت عليهم المصائب من كل مكان، الحوثيون من مكان، الحصار، القتل، التدمير. لكن بإذن الله تعز ستفرق، يعني ستنفرق الأمور فيها. هذا الذي حصل في الأسبوع القادم، دحر واستعادة هذه المناطق في الجهة الغربية، فتح الحصار، سيمكن أبناء تعز من أن، لأن أبناء تعز هم لا يحتاجون للمساعدة. أبناء تعز إذا استمح لحركة البضائع والسيارات هم سيستطيعون يعني أن يتدبروا أمرهم. نحن فقط نريد من الإخوة في قوات التحالف والحكومة الشرعية أن يسارعوا بإرسال معدات ثقيلة، معدات قتال ثقيلة. ما لم يتم هذا فالنص تأخر، والكلفة عالية، الشهداء يعني تتصاعد أرواحهم إلى السماء، القتلى سيكثرون. لا يمكن لتعز أن تحقق هذا الفرق. نأمل أن يكون هذا فعلا أولوية بالنسبة لكم، أولوية ملحة طالما أنتم قريبون من رئيس الجمهورية ومن أيضا قادة التحالف. أشكرك جزيل الشكر سيد علي المعمري محافظ محافظة تعز، ونأمل فعلا أن يكون لقاءكم اليوم مع رئيس الجمهورية مثمرا بالنسبة للجانب العسكري والإغاثي لمحافظة تعز. أتحول من جديد إلى السيد وضاح اليمن عبد القادر من الرياض. لا أدري إذا كنت قد استمعت إلى حديث السيد المحافظ، يبدو حديثه قريب إلى حديثنا، يعني هو يأمل ويبدو جادا ومسؤولا في طرحه، لكن يبدو أن سرا ما يقف أمام تأخر إنجاز معركة تعز بشكل كامل. برأيك من يقف وراء ذلك ولماذا؟ طبعا استمعت جيدا إلى حديث الأخ المحافظ، ممكن عبركم ألخص الأمر في مجموعة في بضع دقائق. التحديات التي يواجهها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حاليا بعد تحقيق هذه الانتصارات، أمس وأول أمس كانت قد أعلنت دعوة للحشد الشعبي في منطقة إب منطقة بعدان من أجل مساندة الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع لتعز. تبقى محافظة إب هي بيئة خصبة لدعم الحوثيين بالمقاتلين بالسلاح بالمال أيضا من عدد من المغتربين، وهذه تهمة ليست موجهة جزافا، لابد أن نقف أمامها ونكون صريحين ونتحدث بشكل صريح وشفاف. اليوم محافظة إب صارت بيئة خصبة من أجل الحشد والدعم لمساندة الحوثيون، وإن كان عدد من أبناء إب مشكورين موجودين في المقاومة في تعز، لكنهم لا يمثلون السواد الأعظم. كنا يعني الآن حجم المساعدات والدعم المقدمة لهذه الميليشيات القادمة من إب تمثل كارثة. لذلك لابد الآن من إعادة توحيد أو تشكيل مجلس مقاومة شعبية في إطار إقليم الجنوب بشكل عام. لابد الآن من التواصل مع قيادة المقاومة في إب وفي تعز من أجل أن توحد الجبهات من أجل الوقوف ضد هذه الميليشيات. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الخطوة ستكون مفيدة ومثمرة فيما يتعلق بالمعركة في تعز؟ طبعا المنطقة الشرقية كلنا يعرف أنها منطقة مفتوحة للتعزيزات القادمة من اتجاه محافظة إب للحوثيون والمشايخ الداعمين لهذه الجماعات، رؤوس الأموال أيضا التي مثلت دعم لجماعات الحوثي والميليشيات. كنا قد شاهدنا عبر قناة المسيرة، عبر عدد من قنوات اليمن اليوم أيضا، وعدد من أيضا من وسائلهم الإعلامية، الحشد الشعبي من عدد من مديريات إب. لذلك لابد من التعامل من المجلس المقاومة في إب أن يكون له موقف صريح واضح في التعامل مع هذه التعزيزات القادمة من إب من أجل أن لا يتم إعادة حصار المدينة وإعادة أيضا استعادة المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الفترة القادمة.
ونقصد ايضا لقياده المجلس العسكري ايضا ان تخلق تواصل حقيقي مع عدد من قيادات المقاومه في اب من اجل ان توحد هذه الجهود. نعم استاذ وضاح، سوف نستكمل نقاشنا كما ايضا اعزائي المشاهدين، سوف نذهب الى فاصل قصير نعود بعده لاستئناف النقاش. اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد، وبالعوده اليك استاذ وضاح، كنت تتحدث عن مقترح يعني تشكيل مجلس مقاومه اوسع على نطاق اقليم الجند بشكل عام، برايك من هي الاطراف التي يمكن ان تتبنى مثل هذه الافكار الان، خاصه وتعز تخوض معارك عسكريه بشكل يومي؟ طبعا يجب ان يكون قبل كل شيء يجب ان يكون لابناء محافظه اب موقف صريح وواضح مما يدور في تعز، لان الجبهه الشرقيه الان تمثل هي العمق والامتداد لدعم هذه الميليشيات الحوثيه والميليشيات التابعه لقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. يدرك القائمون على المجلس العسكري والمقاومه الشعبيه من هي الشخصيات التي يمكن التنسيق معها على مستوى اوسع. هناك كنا قد تحدثنا عبر وسائل الإعلام أيضا أشرنا إلى حجم التعزيزات القادمة، لكن هناك من قابل هذه بأنها هناك محاولة للتحريض على أبناء إبلا، بالعكس ليست محاولة للتحريض بقدر ما هو وقوف حقيقي وتشخيص لحجم المشكلة التي تعاني منها تعز. المنطقة الآن الشمالية والمنطقة الشرقية إن معاد الحوثيون إليها فهو بتعزيز من الجبهات القادمة من محافظة إب، وهذا لا أحد يستطيع أنكاره. نعم، لكن أيضا هناك من يقول هناك من يرى بأن مثل هذه الأفكار لن تكون مجدية في حال استمرار ضعف أو قلة التجهيزات العسكرية بالنسبة للولاية العسكرية في تعز. تستطيع المقاومة الشعبية في محافظة إب أن تقوم بعدد من العمليات النوعية على مستوى الطرقات القادمة منها إلى تعز من أجل أن تمثل ضربة للتعزيزات القادمة منها، ومن أجل أن تقطع الإمدادات على الحوثيين والإمدادات على قوة الرئيس المخلوع. عملية نوعية بسيطة سريعة. طيب أنت تتحدث الآن عن إب، لكن هناك أيضا طريق مفتوحة بالاتجاه الآخر باتجاه الضباب، ولم يتم الاستفادة من هذا المنفذ، منفذ الإمداد، لم تصل أي مساعدات من اتجاه عدن سواء عسكرية أو إغاثية، ما قيمة أن نفتح طريق إمداد من إب؟ هذه أيضا تمثل بالنسبة لمع إب باستطاعتهم أيضا من المرور من المنطقة الشمالية أيضا إلى التعزيزات المنطقة الشمالية، ومن ثم معاودة الالتفاف وصولا إلى المنطقة الغربية عبر 60 الشمالي عبر هذه الطرقات التي يعرفونها جيدا، خصوصا أن هناك ما زالت بعض المناطق في شرعب تحت سيطرات الحوثيين. نعم. يستطيعون المرور من تلك التعزيزات القادمة ثم الوصول إلى المنطقة الغربية وتعزيز جبهة الضباب. لكن بشكل عام طبعا تبقى مسألة التنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية، لابد أن يكون لهم موقف صريح واضح، ولابد أن تكون للقيادة مسألة تحرير تعز تحتاج إلى إرادة سياسية عليا من قبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وليس حتى أن نربطها أساسا بقيادة معينة في المنطقة الرابعة، وإن كان هناك متخاذلون من قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في وصول التعزيزات العسكرية إلى تعز، لكن مسألة تحرير تعز هي مسألة إرادة سياسية حقيقية تتعلق بفخامة الرئيس عبد الرب منصور. نعم سيد وضح، سنعود إلى هذه النقطة تحديدا، نقطة المنطقة العسكرية الرابعة، وإذا ما كان فعلا خذلان أو أن هناك أسباب أخرى هي ما تؤخر الإمداد العسكري من قبل المنطقة العسكرية الرابعة. ينضم إلي الآن عبر الهاتف من تعز السيد أمين الحيدري مدير ائتلاف الإغاثة بمحافظة تعز، مرحبا بك أستاذ أمين. أهلا وسهلا أختي كريمة. أهلا بك أستاذ أمين، هل يمكن أن تحدثنا عن حجم المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى تعز خاصة بعد التحرير؟ في البداية أشكر قناة بلقيس وبرنامج وفون القدير والأستاذ سوان شعير، وأشكر ضيفك الكرام. أهلا بك. للمساعدات التي وصلت إلى المحافظة، نعم طبعا ما تم وصوله بعد فتح الحصار أو كأول قافلة إغاثية قدمت من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتقدر ب 14500 سلة تم إدخالها عن طريق عدن التربة الضباب، و 4000 سلة تم إدخالها على طريق طالوق قبل فتح المفر الغربي. نعم. طبعا بحمد الله عز وجل بدأت الإغاثة تتدفق، لكن
حجم المعاناة لا يتناسب مع ما يقدم. ما يقدم لا يساوي يعني ما تحتاجه المدينة المحاصرة منذ سنة إلى الآن أو منذ أكثر من 10 أشهر. نحتاج لكي نغيث المدينة إلى عدد 100,000 سلة إغاثية. 100,000 سلة إغاثية. هل أنتم على تواصل مع الحكومة أو مع مركز الملك سلمان، وهل وضعتهم في صورة هذا الاحتياج؟ نحن نعمل طبعا في إتلاف الإغاثة الإنسانية وتحت رعاية اللجنة العليا للإغاثة برعاية الدكتور عبد الرقيف فتح وزير الإدارة المحلية في اللجنة. نعم. وكذلك لنا تواصل مع مركز الملك سلمان، وهو الوحيد أو الذي كان له الدور الكبير بكسر الحصار عن طريق الإنزال الجوي للمواد الغذائية في أكثر من مديرية، وكذلك المواد الطبية، وكذلك مشروع 100,000 سلة الذي قدم محافظة تعز على شكل عموم ولمديرية المدينة التي تشن الأربعاء الماضي ل 20,000 سلة. نعم سيد أمين، ماذا عن الوضع الإنساني والطبي تحديدا؟ ما هو حجم الاحتياج للعلاجات واحتياجات المستشفيات في المدينة؟ الوضع الإنساني والطبي يعني كل يوم وهو إلى الأسوأ، والمأساة تتفاقم. اليوم على وجه الخصوص يعني 5 شهداء وأكثر من 20 جريح في قذيفة وصلت في شارع 26. الجرحى يعني يملأ المستشفيات. احتياج المستشفيات للعلاجات والمستلزمات الطبية كحاجة يومية. أسطوانة الأكسجين هناك مأساة لابد أن نتحملها، ولا بد أن نتحملها الحكومة ويتحملها المكونات الإغاثية لكي نستطيع أن نقدم ما نستطيعه. نناشد المنظمات الدولية، نناشد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإغاثية أن يعني تأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتياجات سواء الغذائية أو الطبية أو الإيوائية. نعم، هل وصلت أي مساعدات من جهات أخرى غير مركز الملك سلمان؟ من بعد فتح الحصار طبعا لم تدخل إلا القافلة أو القافلة المقدمة من مركز الملك سلمان لإغاثة العمل الإنسانية. لماذا؟ هل هناك تقصير من قبلكم في التواصل معهم؟ ما هي الأسباب برأيك؟ نحن تواصلنا مع جميع المنظمات الدولية أو الإنسانية سواء قبل الحصار أو بعد الحصار. نعم. الآن ليس لهم عذر، وأعتقد أن في السابق كان ليس لهم عذر، لأنه كانوا يوصلوا المواد الإغاثية للمعابر وربما كانت تقدم كهدايا للمحاصرين المدينة. اليوم ليس لهم عذر، بإمكانهم إدخال المواد الغذائية عن طريق عدن التربة الضباب تعز، المنفذ مفتوح. لماذا برأيك تتأخر هذه المساعدات؟ إلى اليوم لن تدخل نعم. لماذا برأيك يعني لماذا تتأخر وصول المساعدات من قبل المنظمات الدولية الإغاثية؟ أنا أعتقد ربما تكون حسابات أو ربما تكون أشياء هذه، لا أنا أعتقد السؤال هذا يوجه إلى هذه المنظمات، لأن لا أستطيع أن أتكلم بلساني بألسنتهم. من هي الجهات المعنية بمثل هذه الأمور؟ وزارة حقوق الإنسان هي طبعا أقصد المنظمات، من هي المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بمثل هذا الواجب أو هذه المهمة؟ الأمم المتحدة، منظمة البرنامج الإغاثة العالمي، المفوضية السامية للأمم المتحدة، هناك منظمات كثيرة، اليونيسيف، اليونسكو، أكثر من منظمة هي معنية بإغاثة مثل هكذا متضررين أو نازحين كجانب إنساني يعني يتحتم عليها أن تدعم الأشقاء أو أبناء اليمن وخصوصاً في محافظة تعز المحاصرة. أشكرك جزيل الشكر مدير ائتلاف الإغاثة بتعز السيد أمين الحيدري، وهو عبر كنداء للمنظمات الدولية الأمم المتحدة واليونسكو وبرنامج الغذاء العالمي لإسعاف تعز بالمساعدات الإغاثية بشكل عاجل. من جديد أتحول إليك أستاذ وضاح، يعني الوضع الإنساني أيضاً الإغاثي في تعز كيف تنظر إليه مع استمرار القتلى والجرحى بشكل يومي وهذا العجز الشديد في المستشفيات لاستقبال هذا العدد من الضحايا؟ طبعا بالنسبة للجانب الإغاثي حتى الآن ليس على المستوى المأمول، مع كل الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان الذي بالكاد يكون هو المركز الوحيد الذي ما زال يقدم المساعدات الإنسانية بشكل دائم ومستمر، لكن لم تكن لنا حتى الآن المساعدات في المستوى المأمول بالنسبة للمحافظة يزيد سكانها عن 4 إلى 5 مليون نسمة.
لذلك نعم. الخضرة التي تعاني تعز في الجانب الإغاثي أو في الجانب العسكري، هنا أتكلم عبر قناة بلقيس الفضائية، الدور الغائب لرأس المال الوطني التعزي. نعم. الذي كنت سأتي إليك بهذا السؤال تحديدا. نعم جيد أنك ذكرت. كان مساندا للحركة التحررية للثورات اليمنية في 26 سبتمبر، داعما نعم. لثورة 14 أكتوبر، فلماذا يغيب رأس المال التعزي الوطني اليوم؟ رأس المال التعزي الذي كان أغلب جبايات وضرائب نظام المقلوع علي عبد الله صالح أكثر من 70% إلى 80%، نعم. هي أساسا من رأس المال التعزي من أبناء تعز التجار. غياب البيوت التجارية الكبيرة في تعز مثل بيت هايل، عبد الرحمن، عبد الجليل ردمان، إخوان ثابت، يجب أن يكون لهم دور ملموس حتى في مسألة تحرير تعز. لا يجب أن نرتكن أيضا إلى القيادة العسكرية، لابد أبناء تعز ورأس المال الوطني التعزي مثل ما لعب دور وطني في الثورات اليمنية السابقة، أن يكون له دور حقيقي خلال الفترة القادمة. لأننا حين أتحدث عن تعز لا أتحدث عن مساحة جغرافية، أنا أتحدث عن مجموعة منظومة قيم ومبادئ، لا أتحدث بشكل مناطقي بقدر ما أتحدث عن مشروع دولة قادم. لذلك لابد الآن من تحركات على مستوى رأس المال الوطني من أجل استكمال تحرير تعز، سواء تحرير عسكري. نعم. هذا الغياب أنت كيف تفسره سيد وضاح؟ الغياب الكبير لرأس المال الوطني خاصة في تعز، كيف تفسره؟ هناك حتى الآن حلقة مفرغة، ربما لا يوجد تنسيق أو تواصل، ليس لا يقل لهذه البيوت التجارية إذا ما تم التواصل معها أنها ستدخل في الدعم تعز، أو إذا ما وجدت إرادة حقيقية للخلق والتواصل أنها ستدخل في دعم وتحرير تعز، لأن كل مصالح التجارية معروفة من تعز، هي منتمية لتعز، تاريخها الوطني معروف أيضا. لذلك لابد أن تسهم أيضا في إعادة تكريس الوعي الوطني والإسهام في معركة تحرير تعز، ليس لأجل تعز ولكن لأجل مشروع الدولة والانتصار لمشروع الدولة القادم. نعم وضح، هل تتوقع في ظل هذا الخذلان أن يتم فعلا الالتفاف على الانتصارات التي حققتها المقاومة خلال الأيام الماضية، المقاومة والجيش الوطني بطبيعة الحال؟ سيدتي العزيزة، قدر حجم التضحيات التي قدمتها تعز، تقول لكل المتخاذلين أن مسألة الانتصار باتت قريبة، ننتصر أو ننتصر. نعم. لا خيار لنا غير النصر بعد حجم هذه التضحيات التي قدمتها تعز. نحن الآن نناضل من أجل مشروع وقضية دولة مسلوبة منذ 1200 سنة. قضيتنا ومشروعنا هو مشروع الدولة اليمنية الغائبة منذ 1200 سنة، مشروع المكرسة الإمامية الطائفية الذي كرست هذه الميليشيات وكان في الوعي أو في اللاوعي بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى 1200 سنة. لذلك طالما وكانت معركة تعز هي معركة الانتصار للأرض وانتصار الإنسان، سننتصر حتى في ظل الخذلان وبعد هذه حجم التضحيات التي قدمتها تعز. لن يكون هناك تراجع للخطوة الوراء. نعم دعنا نستطلع أيضا في هذا السياق، دعنا أيضا نستطلع رأي الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي الذي انضم إلي الآن عبر الهاتف من تعز. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك سيد عبد العزيز. يعني تعز تتعرض لخذلان عسكري وإغاثي كبير، كيف تنظر إلى هذا الأمر وكيف تفسره؟ أعتقد أن المسألة كانت واضحة منذ البداية. الفترة التي مرت على حصار تعز يعني كانت كبيرة لدرجة أننا كنا نشك بأن الحكومة أيضا وربما أيضا ببعض أطراف التحالف لا تريد فتح الحصار عن تعز، وتريد استخدامها ربما كورقة للنواح لدى المنظمات الدولية وغيرها. ما شاهدناه خلال الفترة الماضية كان عبارة عن تقصير، لا أقول تقصير بسبب أنه كان هناك، عندما نقول تقصير يعني أنه كان هناك أيضا أداء شابه قليل من التقصير، لكن أقول بأنه كان هناك غياب تام للحكومة والسلطة الشرعية عن متاعب ومشاكل تعز خلال الفترات الماضية. لم تسهم بأي شكل من الأشكال في فك الحصار مثلا أو التخفيف عن معاناة المدنيين من خلال شحنات الإغاثة التي يفترض كان يفترض أن ترسلها للمدينة بطرق مختلفة. ما حصل خلال تلك الفترة هو أن يعني القوات التحالف ساهمت بشكل أو بآخر بإنزال شحنات غذاء وأدوية من خلال الجو، لكن بالنسبة للسلطة الشرعية ظلت غائبة تماما. مؤخرا عموما بعد أن قامت القوى المقاومة الشعبية والجيش الوطني بكسر الحصار، وهذه المرة الأولى
ربما حتى في الوقائع الحربية في التاريخ أن يتم كسر حصار عن مدينة محاصرة من جميع الاتجاهات ويتم كسر الحصار من داخل بقوات تتحرك من داخل المدينة. وبالتالي ما حصل هو إنجاز عسكري مهم بالنسبة للمقاومة والجيش الوطني. لكن أيضا مع فتح هذا الخط ظلت الحكومة تتفرق وكانت فقط ترسل المزيد من الكلام والعناوين الإعلامية عن توجيه قوافل وعن وفود قادمة وعن تهاني والكثير من هذا الكلام الفارغ. نعم سيد عبد العزيز، لكن إذا أخذنا الأمور يعني بشكل منطقي لا مصلحة أبدا للحكومة ولا القوات التحالف يعني عدم تحرير تعز أو انتكاسة في الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في تعز، يعني كيف تفسر أنت هذا التباطؤ إذا صح التعبير في الإمدادات العسكرية والإغاثية لتعز؟ أعتقد أن هناك شكل من أشكال من الضبابية في أداء كل الأطراف بما فيهم التحالف العربي. خلال الفترات الماضية شاهدنا أداء عسكري على الأرض كان إلى حد ما يثير الكثير من التساؤلات. كانت القوات العسكرية تتقدم من الشريقة ومن اتجاه ذباب ومنطقة المنطقة الساحلية، ثم يتم بعد ذلك يعني عودتها من تلك المناطق وانسحابها بشكل مفاجئ، ولا أحد يدري ما هي الأسباب التي تقف خلف مثل هذه الانسحابات. هذا يثير كثير من التساؤلات ونحن نريد إجابة حقيقية من قيادة التحالف ومن السلطة الشرعية حول هذا الأمر. يعني حصل خلال الفترات الماضية أن المحافظة كانت بحاجة لإمدادات عسكرية، بحاجة لذخائر، بحاجة لأي إسناد يمثل بشكل. ما هو أكثر ما تحتاجه تعز الآن أستاذ عبد العزيز؟ أنت تتحدثين الآن عن الاحتياج بأي جانب؟ أنا مثلا عندما نعم الجانب العسكري والإغاثي إذا يمكن أن تلخصها. سألت مجموعة من الضباط العسكريين وهم يقولون بأن المقاومة والجيش الوطني يحتاجون إلى عتاد ثقيل. أنت الآن أمام مدينة تحررت أجزاء كبيرة منها، هناك مواقع استراتيجية مثلا مثل موقع العروس الاستراتيجي وهذا تم السيطرة عليه تقريبا قبل 7 أشهر. هذا الموقع لم يتم استغلاله بأي شكل من الأشكال بسبب بسيط، أنه أن المقاومة والجيش يفتقدون لوجود مدفع هاوزر مثلا قادر على أن يصل مداه باتجاه الحوضان والضواحي الشمالية والغربية للمدينة ويقصف مواقع هذه الميليشيات. السؤال الرئيسي، لماذا الحكومة حتى الآن لم تقم بأي تحرك والسلطة الشرعية تحديدا بإسناد المقاومة وإمدادها بالعتاد العسكري؟ كانوا يتعذرون في الأوقات الماضية بأن المنطقة المناطق محاصرة وأنه ليس هناك منفذ لإيصال مثل هذا الإسناد العسكري. نعم، الآن الطريق مفتوح ولم تتحرك أي قوة من أو إمداد عسكري من هذه المناطق. أشكرك. وحتى لم يتحرك حتى في الجانب الإنساني الآخر، لم تصل حتى أي شحنة مساعدة حكومية، وأنا أتحدث عن الجانب الحكومي. أشكرك أستاذ عبد العزيز. ولا عن الهلال الأحمر الإمارات. نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وأتحول بسؤال أخير للسيد وضاح اليمن عبد القادر، برأيك ما هو أفق معركة تعز أو تحرير معركة تعز بالكامل خلال الأيام القادمة؟ باختصار سيد عبد الوضاح. موفق المعركة القادمة في تعز حتى الآن رؤية ضبابية رغم الإمكانيات الفردية التي اعتمد عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ظل الخذلان. كما قلنا الأمر بحاجة إلى دعوة إغاثة عاجلة إلى تكاتف رأس المال التعزي، أيضا يجب أن يكون مساهم في معركة كسر الحصار على تعز سواء من جانب عسكري أو من جانب إغاثي عبر تشكيل أيضا مجلس دعم وإغاثة أيضا لتعز على كافة المستويات. الحكومة تبدو أنها غير جادة، لنكون صريحين، غير جادة في مسألة حسم تعز. كانوا قد أعلنوا أنهم سوف يشكلوا بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني خلال الفترة السابقة، أعلنوا أنهم سوف يقومون بزيارة تعز للاطلاع على الأوضاع، ومع ذلك لم نرى سوى مجرد كلام وفقاعات إعلامية عبر وسائل الإعلام. لابد أن يكون لهذه وبحاح تحركات جادة، ونقول لهم من يخذل تعز الآن ستخذله في القادم وفي المستقبل. يجب أن يعرفوا هذه تعز بثقلها الديمقراطي، بثقلها السكاني، بثقلها الحضاري والمعرفي. أشكرك. سوف تخذل كل من خذلها في هذه المعركة. نعم أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي والضاح اليمن عبد القادر، كنت معنا عبر سكايب من الرياض، كما أشكر ضيوفي
كرام كان من تعز السيد عبد العزيز المجيدي وأيضا السيد أمين مسؤول الإغاثة في تعز وأيضا سيادة المحافظ علي المعمري. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين جزيل الشكر، نلتقيكم في مساء يمين جديد، في أمان الله.